السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة. وصفة اليوم إن شاء الله هي غراتان ديال الدجاج. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. هنحتاج في المقادير باذنجان مقطع لهذا الشكل رقيق. أنا هنا كنت دايرة ليه رشة ملح ومخلياه من قبل واحد المدة حتى كيطلق الماء ديالو. غنحتاجو صلصة طماطم، بصلة مقطعة رقيقة، قزور والمعدنوس مقطعين، وراس ديال التومة محكوكة، وورقة سيدنا موسى أو ورقة الرند، والبيض مسلوق، وأي نوع ديال الفخوماج عندكم تقدرو ديروه. وبالنسبة للتوابل عندي البزار وفلفل أحمر وشوية الملح. أنا هنايا بديت كنقلي فيه غير في شوية الزيت أو لا شويه اللي بغيتو او لقليوه. هنا خديت مقلة ضفت عليها الزيت والبصلة اللي عندنا مقطعة وراس ثومة محكوكة وشوية الملح، ونخليوها حتى كتنزل مزيان، ومن بعد غنضيفو عليها صلصة الطماطم والباقي المقادير. كيف ما شفتو من بعد ما نزلت مزيان ضفت عليها دابا صلصة الطماطم، ونزيد عليها ورقة الرند او ورقة سيدنا موسى وشوية القزبر والمعدنوس. وبالنسبة للتوابل عندي فلفل أحمر وفلفل أسود وشوية الملح. من بعد ما ضفت عليها المقادير كاملة غنزيد عليها شوية الماء ونخليها حتى كطيب مزيان. هنا انا خديت هاد المول طير، خدوا اي مول عندكم. هو الباذنجان عندي شويته، وعندي البيض مسلوق قطعته دوائر. دابا غنبدا نسته في الطبقة ديال الباذنجان وطبقة ديال الفخوماج وطبقة ديال البيض وطبقة ديال صلصة الطماطم، وغنبقى على هاد الطريقة حتى غنكمل الكمية اللي عندي. كيف ما شفتو انا هنا كمية شويتها وكمية قليتها في شوية الزيت. نتوما بغيتو تقليوها في الزيت قليوها، بغيتو غير تشويوها شويوها اللي بغيتو، لكم الاختيار. كيف ما شفتو هنا درت الطبقه مزيان ديال الباذنجان. دابا غنضيف عليها الفخوماج، اي نوع ديال الفخوماج عندكم ديروه، وغنضيف البيض مقطع دوائر على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي غنبقى على هاد الطريقه هادي حتى غنكمل الكميه كامله. الطبقه ديال الباذنجان موراها فخوماج، ومن بعد البيض، وطبقه ديال صلصه الطماطم. غنبقى على هاد الطريقه حتى غنكمل الكميه اللي عندي، وفي الاخير غنضيف عليها فخوماج محكوك. كيف ما شفتو هذه الطبقه الاخرى. دابا غنضيف عليها فخوماج محكوك، اي نوع ديال الفخوماج عندكم ديروه، ماشي ضروري شي نوع محدد. صافي هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. كيف ما كتشوفوا الطريقه سهله بسيطه سريعه وكتجي بنينه بزاف ولذيذه. نتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم، وما تنساوش ديروا لي لايك وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا والى اللقاء الفيديو جديد ان شاء الله.